هنبتدي بالعجينة للخبز، 240 مللتر حليب، 400 جرام دقيق، 50 جرام سكر، 2 معلقة صغيرة خميرة فورية، نص معلقة صغيرة ملح، وواحد بيضة. بالنسبة للفيلينج عندنا 150 جرام جبنة كريمية، 100 جرام سكر بودرة، واحد بيضة، بشر واحد ليمونة، 500 جرام مانجا، نص معلقة صغيرة فانيليا، وواحد بيض علشان ندهن بيه العجينة بعد ما تخمر. بعد كده عندنا الجليز، هيكون عبارة عن 250 جرام سكر بودرة وعصير ليمون حسب الحاجة. طبعا هنبتدي بالعجين. عندنا هنا الخميرة الفورية، هحط عليها شوية صغيرين خالص من السكر وشوية صغيرين من اللبن الدافي، ودلوقتي هحط الدقيق في العجان مع السكر، البيضة، اللبن، الملح، ابتدي اقلبهم شوية وبعدين احط معاهم الخميرة بعد ما تكون ابتدت تخمر وتطلع فقاعات الهواء وثاني اكسيد الكربون يبتدي يطلع منها. طبعا زي ما احنا عارفين عجين العيش بنحتاج نقوي خيوط الجلوتين، وبالتالي محتاجين ان احنا نضربها لمدة حوالي 5 أو 7 دقايق كمان، فطبعا مش هنفضل نضربها دلوقتي. وبعد ما نضربها هنحطها في بول ونسيبها تخمر حوالي ساعة او لحد ما تتضاعف في الحجم. ودلوقتي هاخد عندي دقيق، اوكي، هاخد شوية دقيق احطه على ورق زبدة او ممكن على الرخامة على طول، وهاخد العجينة واحط كمان دقيق عليها من فوق وابتدي افردها على شكل مستطيل. اوكي، كده بقت على شكل مستطيل. هحطها في الصينية هجيب اي حاجة ممكن اقطع بيها، ممكن سكينة حتى، وهبتدي اقطع العجين بالشكل ده. اوكي، ودلوقتي نبتدي نحضر الحشو. هاخد الجبنة الكريمية بشر الليمون الفانيليا والبيضة، نخلطهم مع بعض، هنحط معاهم السكر البودرة، نقلبه وهنحط من الحشو ده في منتصف العجينة في الحتة اللي احنا ما قطعناهاش. وبعدين هجيب المانجا ونحطها فوق. خليط كريمة الجبنة. وبعدين هنبتدي نقفل عليهم. هنجيب اول واحدة بس لقدام كده عشان مفيش حاجة تطلع من هنا ومن هنا كمان، وبعد كده هنبتدي
نحط القطع اللي قطعناهم على جنب دي فوق بعد كده بالشكل ده. عندنا الخبز بتاعنا بالشكل ده. هجيب فرشة وهندهنه بالبيض. وطبعا هسيبه مرة تانية لحد ما يخمر، مش هيتضاعف في الحجم ولكن هيخمر أكتر. وبعد كده هندخله فرن بدرجة حرارة 180، وهيقعد في الفرن لحد العيش ما يستوي وياخد لون ذهبي حلو. فاضل بس نعمل الجليز. هنحط سكر بودرة ومع عصير الليمون، وبكده الايسنج جاهز.